كلام كتير جدا هنقوله في حلقه النهارده. وبالمناسبه السبت دايما جماهير السادسه اتعودت يكون معانا الحريف. معانا النهارده سلاح فتاك، معانا واحد النهارده من نجوم جيل كان بينيم مصر وافريقيا من المغرب. معانا النهارده الحقيقه واحد كان فلته من فلتات جيله. هتستمتعوا بيه، مش هقول لكم عليه مين دلوقتي، لكن هتعرفوه في حلقه النهارده طبعا على مدار الحلقه في فقره الحريف. خليني افكر حضراتكم بسؤال حلقتنا المستمر معانا ان شاء الله لغايه ماتش الجونه بقى. افضل ثلاث لاعبين من وجهه نظر جمهور النادي الاهلي في مباراه المصري اللي كسبها الاهلي الحقيقه وقدم عرض مطمئن الى حد كبير. بكلمكم طبعا، طبعا السؤال موجود على صفحاتنا على مواقع التواصل كلها، سواء على الانستغرام او على الفيسبوك او على تويتر. مطلوب من حضراتكم تختاروا افضل ثلاث لاعبين في النادي الاهلي. وخدوا بالكم عشان الموسم بيقرب، وكنت بكلمكم على مشوار البطولات اللي محتاج تركيز من جمهور النادي الاهلي، بما انه دايما الجماهير ليها دور واضح ومهم جدا في تحقيق كل الالقاب اللي بيفوز بيها النادي. عندنا كاس مصر، عندنا سوبر مصري، عندنا سوبر افريقي مع رجا كازابلانكا ان شاء الله باذن الله، عندنا في 12 كاس عالم في اليابان، عندنا طبعا بطوله مشوار جديد في بطوله دوري الابطال، وكلها اصبحت القاب مفضله بالنسبه للجماهير.